إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم. ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أيا كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 2465-6666. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع، فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453-1111 أو زر وكيل سفر محلي ببلدك. تزيد نسبة الإصابة بفقدان البصر لدى مرضى السكري 25 ضعفا عن الأشخاص الأصحاء، حيث يؤثر مرض السكري بشكل مباشر على سلامة شبكية العين. لذا يجب على مريض السكري فحص نظره كل 6 أشهر. هذه المعلومة مقدمة من مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة. قامت حياة للمياه بإنشاء مختبرها المركزي ليكون مختبرا متخصصا في مراقبة جودة العينات السائلة والعينات المرتبطة بها. المختبر المركزي لحياة للمياه بدأ في تقديم خدمات التحليل الكيميائي والبيولوجي لعينات المياه والعينات المرتبطة بها للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد بمواصفات جودة عالمية معتمدة. حياة للمياه عمان، أكثر خضرارا وصحة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. برنامج شباب على الهواء يأتيكم برعاية حياك على كيفك من عمان تل، تقدم لكم بيانات واتساب متواصلة مجانا، ويأتيكم برعاية دار العيون. شباب على الهواء يجمعنا سوا، شباب على الهواء يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، شباب على الهوى شباب على الهوى شباب على الهوى شباب على الهوى. شباب على الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في شباب على الهوى في يوم الخميس، يوم الونيس، رحلة مسائية جديدة مستمعينا نصحبكم فيها من الحين الساعة 2 إلى الساعة 4 بإذن الله. ساعتين معاكم مستمعينا على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وإن شاء الله يا رب مستمعينا يكون هذا اليوم يوم سعيد وموفق عليكم كالعادة بإذن الله، ودرب السلامة لكم جميعا. دائما مستمعين نذكركم ونذكر أنفسنا بحزام الأمان ومسافة الأمان، وإن شاء الله يا رب الجميع يصل بأمان. وأيضا مستمعين نتمنى لكم يا رب إجازة سعيدة، وحياكم الله معنا في شباب على الهوى حلقة الخميس. يمكن أغلبكم طلع من الدوام ورايح إلى البلد أو رايح إلى أي مشوار آخر، إن شاء الله يا رب بإذن الله كان هذا الأسبوع بالنسبة لكم أسبوع جميل وأسبوع رائع، أنجزتوا فيه الكثير والكثير من الطموحات والأمور اللي حبيتوا هالأسبوع تحققوها، وكان بداية شهر جديد اللي هو شهر مايو. واليوم إحنا في اليوم الرابع من هذا الشهر،
شهر مايو، شهر 5، الشهر الخامس من 2017. إن شاء الله يا رب مستمعينا هذه البداية تكون بداية خير عليكم بإذن الله، والأيام الأولى من هذا الشهر. وفي المقابل أيضا اليوم 7 شعبان، إن شاء الله أيضا يكون شهر شعبان أيضا شهر خير عليكم بإذن الله، وأيام قليلة يمكن أقل من 20 يوم تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله دائما تجمعنا الأيام الجميلة معكم مستمعينا، وتجمعكم أيام رائعة مع أحبتكم ومع زملائكم ومع كل الناس اللي تحبوهم دائما. شباب على الهواء معكم اليوم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج سلطان المعمري، وأكيد ما ننسى زميلنا سيف بن سعيد الهلالي دائما معنا في المتابعة والتنسيق، وحياكم الله. وشباب على الهواء كفي أطيرين على غصنك تغرج من سمعتك، وين لعت بالقلب نار والهوى البارد عقلبي ما يبرد، لسارت شرطه زادتني حرارة غصنك تغرد سمعتك وليه عتب القلب نار. أشهد إن الشوق كالسيف المجرد، يجرح المشتاق ويزيده مرارة، بولع من سهم عين ريام شرد، وتوجد لألف أزع ذا عدارة. وأشهد إن الشوق كالسيف يجرح المشتاق ويزيده مرارة، بولع من سايا يا هم عين ريام شرد، وتوجد لا لفادع ذا عدارة. والرموش الحد بذباح يتفرد، داير بالحسن في عالي مدارة، أحواري فايق عن كل خرد، بالجمال وهيب تزادت وقارة، بالرموش الحد بذباح يتفرد، داير بالحيس في عالي مدارة. I'm
يتعب الجو وغاره جيده يحليل لالي والزمرد مجتمع ليله على مشرق نهاره يخجل الانوار بالخد المورد نور برق له بسحب الجو وغاره جيده يحليل لالي والزمرد مجتمع ليله على مشرق نهاره شباب على الهوى. شباب حياكم الله مستمعينا متواصلين معاكم وشباب على الهوى. حلقتنا لليوم اكيد مستمعينا يوم الخميس احنا نتعود معاكم وتعودنا دائما نطرح لكم مواضيع خفيفة يوم الخميس، ولكن اكيد هذه المواضيع فيها الفائدة لنا ولكم، نتبادل المعلومة نتبادل الفائدة بيننا وبينكم عبر برنامج شباب على الهواء. اليوم مستمعينا نتكلم، عندنا طبعا موضوع، هو موضوعنا اليوم بين الغضب والهدوء. نتكلم ان شاء الله في محاور كثيرة عن هذا الموضوع معاكم مستمعينا، شو هو الغضب وهل انت انسان تغضب بسرعة او يعني بالشق الثاني، هل انت بطريقة ثانية هل انت انسان عصبي وكيف تتحكم في اعصابك وقت الغضب، وهل تعتقد ان الغضب هو طبع ام عادة، وكيف تتعامل مع الاخرين وقت الغضب، وايضا في المقابل هل انت هادئ الاعصاب، في ناس ما شاء الله اعصابهم كثير هادية، والشخص الغاضب كيف ممكن يكتسب هذا الهدوء من الناس الهادين اللي دائما او اعصابهم هادية بالتحديد، انه دائما شخص تحسه كثير يعصب في كثير من الاوقات لكن في المقابل في اشخاص ما شاء الله اعصابهم كثير هادية ونسميها كذا كأنها باردة، يعني دائما حاطنها في ثلاجة اعصابها ما شاء الله. فكيف ممكن يكتسب الشخص هذا الهدوء من الاخرين، او انت ايضا كيف ممكن تتعامل مع الشخص العصبي اللي دائما تحسه يفقد اعصابه، صعب انه يتحكم في اعصابه بشكل دائم او حتى في مواقف ايضا معينه. لا تغضبي، خلاص ما نغضب. على 2-4-6-9-8-1-5-1 مستمعين راح نستقبل اكيد مشاركاتكم في موضوعنا اليوم، و90-4-5-6 للرسائل، عودا حميدا للرسائل اكيد طبعا 90-4-5-6 والتغريدات والانستغرام على آت شباب راديو عمان. كيف حالك؟ الحمد لله تمام، انت شو اخبارك يا سلطان؟ الحمد لله بخير. اليوم كيف امورك؟ الحمد لله بخير. الحين ترى كله بيمشي الحمد لله بخير الحمد لله بخير، عشان يختبركم تعصبوا ولا ما تعصبوا. زيد بعدك ما عصب. انت عصبي ولا اعصابك بارده يا وهاديه يا يا سلطان؟ لا شكلك انت دائما اعصابك بارده وهاديه وامورك طيبه. أكيد اليوم الخميس الكل مستانس. درب السلام لكم إن شاء الله مستمعين وين ما كان دروبكم ومقاصدكم لليوم الخميس، وإن شاء الله ما في حد يزعل ولا حد يعصب اليوم، بس إحنا حبينا أيضا نطرح معاكم هذا الموضوع، كيف ممكن أنه نتعامل مع الشخص العصبي وتحس صعب أنه يسيطر على أعصابه، أحيانا في مواقف معينة خلي الشخص مثل ما يقال يطلع من طورة ويفقد السيطرة على هذه الأعصاب. كيف ممكن تتحكم في أعصابك وقت الغضب بالتحديد؟ أحيانا مستمعين الشخص يصدر قرارات ويتصرف تصرفات وقت الغضب، ودائما ما يقال يعني ما تصدر قرار وقت الغضب لأنه أنت قست هذا القرار على وقت الغضب فقط، بس لما بعدين بعد كم يوم تحس نفسك هادي يمكن تندم على هذا التصرف أو تندم على هذا القرار. هو دائما لا تتخذ قرار وقت الغضب ولا تتخذ قرار وقت الفرح،
يعني في شدة الفرح وشدة الغضب، خليك في الوقت الوسط دائما، خليك دائما معتدل. على 90456 أكيد بإمكانكم مشاركتنا مستمعينا، والتغريدات والإنستغرام على شباب راديو عمان، الاتصالات 24698151. إحنا معاكم وشباب على الهواء. النفسية محتاجة تذكرة وعلى المطار، ناوي أنسى كل حاجة لين يقلب نهار. النفسية محتاجة تذكرة وعلى المطار، ناوي أنسى كل حاجة لين يقلب نهار. ويا الله يعني لو إنك تغاوني السفرة تصير أروع، يلا نطير ونسافر فرصة نحب وش نطير. ما نور إذا نسينا بطاقة البنك نضطر نرجع إلى البيت عشان نجيبها، أما الحين تحصل فلوسك من جهاز الصراف الآلي ولا تحتاج بطاقة. أزمي تطبيق بنك ظفار يعزك. لو سمحت إيش باسورد الواي فاي؟ كباب 1 2 3. كوتش باسورد الواي فاي لو سمحت. بايسب ترايسب. إيش باسورد الواي فاي؟ حياك على كيفك. نعم حياك على كيفك. الباقة مسبقة الدفع المتكاملة. ها؟ استمتع بأربع جيجا بايت بيانات إنترنت ومكالمات غير محدودة إلى 5 أرقام مفضلة وأربع جيجا بايت بيانات تواصل اجتماعي ب15 ريال، ونقول باي باي لواي فاي. يا سلام، بس وين أقدر أحصلها؟ اضغط نجمة 280 مربع أو تفضل بزيارة omantel.om. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم، ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أيا كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير
لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. هل تعاني من القرنية المخروطية؟ بمستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوافر التقنيات العالمية المتطورة التي ستساعدك بإذن الله كزراعة حلقات القرنية والتثبيت البيني بالأشعة فوق البنفسجية وزراعة القرنية الجزئية والزراعة العميقة بأمان تام ودقة عالية وبأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعينيك ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع، فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453-1111 أو زر وكيل سفر محلي ببلدك. نجم الإنشاد العماني. نجم الإنشاد العماني، هل تمتلك صوتا جميلا؟ صوتا جميلا، هل لديك الموهبة حقا؟ شاركنا الآن في مسابقة نجم الإنشاد العماني. للمشاركة في نجم الإنشاد العماني في موسمه الثاني أرسل اسمك الثلاثي مع القبيلة على رقم الواتساب 964-404-33. شارك ولا تتردد، فأنت الصوت الأجمل. فأنت الصوت الأجمل. يحق الاشتراك من عمر 14 سنة فما فوق. غرد بصوتك في نجم الإنشاد العماني عبر إذاعة الشباب. عبر إذاعة الشباب. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى. حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في شباب على الهواء وحلقة الخميس، ونرحب أكيد بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الدقائق. حياكم الله جميعا. اليوم مستمعينا نتكلم عن الغضب والهدوء وحياتنا بين الغضب وبين الهدوء. شو هو الغضب؟ وهل أنت إنسان عصبي؟ وكيف ممكن تتحكم في أعصابك وقت الغضب أو وقت العصبية؟ هل الغضب طبع أم عادة؟ كيف تتعامل مع الآخرين وقت الغضب؟ وأيضا هل أنت هادئ الأعصاب؟ وأيضا مستمعينا، كيف ممكن أنك تكتسب هذا الهدوء في هدوء الأعصاب؟ وأحيانا أيضا مستمعينا ترتفع الأصوات وقت الغضب، لماذا هذا الارتفاع لهذه الأصوات وقت الغضب؟ يعني لما واحد يغضب أو يعصب يرتفع صوته أكثر وأكثر، ليش هذا الارتفاع في الصوت؟ يعني هل ما في مشكلة أنه الواحد ممكن يعصب أحيانا، لكن ليش هذا الارتفاع في الأصوات؟ هذا شد وهذا شد وهذا شد، فتصير في مشكلة بعدين. عموما مستمعينا بإمكانكم مشاركتنا على 24698-91-90-456 للرسائل والتغريدات والإنستغرام على آت شباب راديو عمان. ومساء الهدوء. السلام عليكم. حياك السادة العزيزة، كيف حالك؟ حياك الله، مرحبا بك. معك علي درويش، علي البلوشي. مرحبا بك والنعم فيك يا علي. اليوم تتكلموا عن الغضب وعن الهدوء. نعم، الهدوء طبيعة، هي طبيعة ربانية مخلوقة، فطرة فطرة يعني، ولكن ممكن أنت تسيطر عليها، يعني الغضب ممكن تسيطر عليه والهدوء نفس الشيء. ولكن لما أنت كيف تتعامل مع اللي يغضب، اللي يغضب تتعامل عليه أنك تبتسم له
وتترك تخليه يهدى يومين ثلاثة أيام بعدين ترجع، ولكن لا تناقشه خلال الثلاثة أيام، ما تناقشه في نفس الموضوع اللي هو غضبان. نعم نعم علي، مريت بموقف مع شخص يعني قريب منك كثير واجد. أنا مريت سنة من سنوات كان مع رئيس القسم مالي، مجرد يعني أحد نقل له كلام يعني وصار ما متقبلني بتاتا، ولدرجة أنه ما يريد ينظر إلي يعني هيئته، ولكن أنا من طبعي أدعي الطبخة تبرد. نعم. لما الطبخي حاجة خليها تبرد بعدين ناكل. أيوة بعيدة ثلاث أيام عطيت أسبوع. بعد أسبوع توصلت له قلنا لأستاذي نبغى نجلس مع بعض وبساطة أحمدي. نعم. أنا خلاص تم والله، جلسنا مع بعض وكذا وكذا ويعني صار بساطة أحمدي تكلم، قال لي أنت صراحة جاني كلام أنت متكلم سابني وكذا، قلنا من الشخص؟ قال الشخص فلان. قدر الله تعالى أن الشخص موجود في الدوام، جبناه. نعم. جبناه وصار بساطة أحمد يكلمنا، قلنا له أنت أخونا وما نزعل منك، ولكن مرة ثانية لا تسويها في أخواننا في ويانا في العمل. نعم. إن هذا تسبب ذا، قلنا له ما زعلان، أنا ما زعلان منك، ولكن أنا ما أريدك تكررها مع مجموعة من الأصدقاء في العمل يعني. جنب هذا. جميل. ولكن المتعصب لابد أنك أنت تبادر بابتسامة والتدعي يرتاح يعني مدة أسبوع، أعطي مجال يبرد شوية. نعم. بعدين بالعقلانية تتفاهموا يعني. أيضا الهدوء هي طبيعة يعني، طبيعة يعني شو اسمه، طبيعة، ولكن إن نوبة اللي يزيد عن حده نوبة ينقلب ضده. نوبة عصبية 24 ساعة ما حلو. نعم. لازم الإنسان العصبي 24 ساعة أشغل أعطيه نكت، أعطيه حاجات مريحة، أشغل طارق العلي أشياء مضحكة بس في وقتها تكون، ولكن يوم أتعب منه بودر البر ما ماشي. إذا 24 ساعة مشكل على طول عصبية نوبة ما حلوة. أكيد طبعا عاد يتكدر خاطرك منه. والهداوة نوبة حلوة، ولكن نوبة زيادة عن الزيادة عن حد نوبة ما حلو. حلو يكون الإنسان متوازن. نعم. متوازن، التوازن حلو. يعني حلو. الشخص أعصابه كثير هادية وأحيانا هادية أكثر من اللزوم، الموقف يستدعي إيه إنه شوي. ما لذيك الدرجة عادي يكون عصبي هادي لذيك الدرجة، لا يعني ها لا بد أنت هذه طبيعة بك يعني كذا وكذا. نعم. ولكن كل شيء بالعقلانية ممكن أنت توزن بعض الأمور بالعقلانية يعني. نعم. بالعقلانية وبالمحبة أيضا. نعم. أنت أكيد. لما تحط في إنسان يحط في قلبه وفي روحه أن جميع المجتمع أخوانه، ها أخوانه وقريبين ما بيزعل. نعم. ما بيزعل من أخواني، باخذ وبروح معهم وبتقبل. أكيد. بتقبل بعض الكلمات بتجنب، ولكن يعني ما أكون لذيك الدرجة، ولكن لا أكون بارد واجد ولا أكون عصبي واجد. أكيد يعني طبعا يكون توازن، تكون مسألة فيها حلوة. أكيد الحياة دائما حلوة إن شاء الله. حلوة أيوة حلوة يعني بنظرته الإنسان بسلوبة نظرته حلوة يعني. نعم يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله دائما يا علي البلوشي. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة، حياك الله، ونتمنى لك إن شاء الله أيضا درب السلامة وإجازة سعيدة. واللي تابعنا أيضا نتمنى لكم دروب السلامة مستمعينا، خلي بالكم في الطريق وإن شاء الله دائما تكونوا ملتزمين بمسافة الأمان وحزام الأمان، ويصل الجميع بأمان وسلام. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والدنا أبو قيصر مساء الخير. خمسية كيف حالك؟ الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. جايب لنا الحمد لله طيبين. شيء علوم من زكي؟ إلا الخير. ما شيء أخبار؟ ما شيء والله. يمكن سلطان استمع بشيء. استمع شيء سلطان؟ سلطان ما عنده، ما استمع بشيء. الحمد لله. حياك الله يا والدنا أبو قيصر. الحمد لله. كيف صحتك؟ نعمة. الله يسلمك. إن شاء الله يكون ما هذا يكون أبو يغضب يرش ما بارد. نعم يرش ما بارد صح، خاصة في ذا الحر. أي على يغضب. إن شاء الله بإذن الله. ما يجيب شيء من أمور الشيطان. نعم صحيح. يكون بشوش وخلق والمودة والرحمة. نعم يا سلام على الكلام الطيب. أحسنتم. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله والدنا أبو قيصر الله يحفظك. درب السلامة. أحسنت الوالد، مرحبا بك، شكرا جزيلا. وإحنا أكيد متواصلين معاكم مستمعينا في شباب على الهواء، ونسعد دائما بهذه المشاركات الطيبة على 90456 للرسائل والتغريدات
والإنستغرام على آت شباب راديو عمان، والاتصالات 24698151 بعد هذا الفاصل. طبيت في المطاب عيا كانوا يسموني كلهم يعرفوني مالي أنا والحب مدى في بالي الخالي أتعلق بغالي واضيع أنا في الدار وش صار لي هالقال حب وعشق وين حب وانا ادري انها صار وش اللي غيرني بعد اعرفني طبيت في المطاب عيارنا كانوا يسموني يعرفوني ومالي انا والحب شاق وين حب وانا ادري انها صار
صناعة الموروث تتطلب أجيالا متعاقبة، وتعزيز العلاقات يحتاج إلى عقود طويلة، وبناء قاعدة متينة يستغرق أعواما عديدة. ولكننا في بنك صحار، وكونكم شركاءنا في رحلة التميز، نجحنا في تحقيق كل هذا في غضون 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة حافلة بالنجاحات امتدت ل10 سنوات، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات ومستويات النمو، واتسمت بمعايير متميزة من الشفافية والابتكار. والأهم من كل هذا التميز في خدمتك وخدمة مجتمعنا. فخورون بكونكم جزءا من رحلتنا نحو التميز. بنك صحار، تميز. وقت الفسحة يا أطفال. يا أطفال، تعرفوا كيف برجر دجاج الصفاء يمنحنا 3 طرق للسعادة؟ نعم أستاذة، النقاء، وبعد طازجة، وبعد الطعم الشهي. يمي، برجر دجاج الصفاء هي الوجبة المفضلة عندي أنا. بعد برجر دجاج الصفاء، خيارك النقي، الطازج والشهي. الصفاء. هي هي زمان أول تنتظر بالساعات عشان كشف الحساب، أما الحين مع خدمة كشف الحساب من بنك ظفار، ثواني والكشف بين يديك. اسمي تطبيق بنك ظفار يعزك. طيب وليد، جاهز للتسجيل؟ تفضل. نقدم لكم باقات آسف، نتقدم لكم، ناخد تيك ثاني بليز. نقدم لكم باقة حياك على كيفك الرائعة، مسبقة الدفع مع 2 جيجا بايت بيانات انترنت ومكالمات غير محدودة إلى 5 أرقام مفضلة، و2 جيجا بايت بيانات تواصل اجتماعي ب10 ريالات فقط. أنا إيش قلت؟ 10 ريالات بس؟ أشوفك عزيزي، لازم أروح. وليد، تعال وليد، وين رايح؟ حياك على كيفك، الباقة مسبقة الدفع المتكاملة. للاشتراك اضغط *280 أو تفضل بزيارة عمانتل.om. بعد تكريم مركز دار العيون واختياره أفضل مركز متخصص في البريمي عن عام 2016، وبمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن إضافة تخصصات جديدة بمركز دار الشفاء الطبي الحديث، والذي يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الأسنان والأذن والنساء والمختبر والأطفال والعيون. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على 964-06-117 24-566-18 البريمي 25-65-15-35. يرجى الانتباه، يعلن الطيران العماني عن انطلاق رحلاته إلى الدقم. فمع تمتع السلطنة بالمقومات الطبيعية والثقافية، أصبحت الدقم أحد أكثر الوجهات التي تشهد نمواً، والآن هناك وسيلة أسرع للوصول إليها. الطيران العماني يسير رحلات مباشرة من مسقط إلى الدقم بواقع 5 رحلات أسبوعياً. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو قم بتحميل تطبيق الطيران العماني، أو زر أقرب وكيل سفر محلي، أو عبر التواصل على الرقم 24531111. مسقط الآن أسرع من قبل، تعرفوا ليش؟ أواصل فايبر نت توفر باقات باستخدام غير محدود وسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية لمنزلك وأعمالك. تغطيتنا متوفرة في الخوض، السيب، المعبيلة، الحيل، شاطئ القرم، المنومة، الموالح، ووادي اللوامي، وقريبا في العذيبة، الغبرة، مدينة الإعلام، القرم، وادي عدي، الوطية، الحمرية، الوادي الكبير، حلة سد، ودار سيد. اشترك الآن واحصل على أول شهر مجانا وترقية مجانية للسرعة. شاركنا موقعك عبر الواتساب 9480100 أو عبر موقعنا awasar.om. مع أواصر فايبرنت، سرعة تفوق الخيال. نجم الإنشاد العماني. نجم الإنشاد العماني. هل تمتلك صوتا جميلا؟ صوتا جميلا. هل لديك الموهبة حقا؟ شاركنا الآن في مسابقة نجم الإنشاد العماني. للمشاركة في نجم الإنشاد العماني في موسمه الثاني، أرسل اسمك الثلاثي مع القبيلة على رقم الواتساب 964-0433. شارك ولا تتردد، فأنت الصوت الأجمل. فأنت الصوت الأجمل. يحق الاشتراك من عمر 14 سنة فما فوق. غرد بصوتك في نجم الإنشاد العماني عبر إذاعة الشباب. عبر إذاعة الشباب. على الشباب اسمانا
الخير تلقان وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمانا وبالخير تلقان وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى على الهوى حياكم الله مستمعينا متواصلين معاكم وشباب على الهوى رحب أكيد بكل من ينضم لمتابعتنا في هذه الدقائق وحياكم الله مستمعينا في شباب على الهواء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان في هذه الدقائق راح نروح معاكم مستمعينا إلى فقرة بصمتك بصمتك في فقرة بصمتك مستمعينا تنضم لنا الطالبة غيداء بنت عبد الله السعيدية وقيدة طبعا هي في السنة الأولى في تقنية شناص أو الكلية التقنية في شناص عندها ما شاء الله مجموعة من البصمات الواضحة جدا غيداء وحبينا أنها تكون معانا ونستمع إلى غيداء وإنجازاتها وتطلعاتها أيضا في المستقبل وهي في سن صغير ولكن لها ما شاء الله الكثير من العطاءات غيداء مساء الخير ويا هلا مرحبا فيك معانا في شباب على الهواء يا هلا سلوى مساك الله بالنور والسرور أهلا وسهلا سعيدة بتواجدي معاكم في هذا اللقاء وإحنا أكثر سعادة يا غيداء في البداية غيداء خبرينا عن دراستك كيف دراستك؟ الحمد لله تمام أدرس في الكلية التقنية في شناص السنة الأولى تخصصي علوم تطبيقية علوم تطبيقية ليش اخترتي هالتخصص؟ نوعا ما هو كان من ضمن الخيارات اللي وضعتها في لست الخيارات والحمد لله يعني توافق مع نوع من الميول الطبي اللي أنا كنت حابة أني أدخله نعم إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا غيداء أنا حابة أبدأ يعني معاك يا غيداء من مسألة التطوع لك كثير من المشاركات ومع فرق كثيرة أيضا في مجال التطوع خبرينا شوي عن هذا المجال مجال التطوع إيش اللي خلاك أيضا تنضمي لمجموعة كبيرة من الفرق في جانب التطوعي التطوع بداية هو شيء جميل جدا الإنسان لما يعطي بقد ما هو يعطي بقد ما يكون سعيد فالعطاء شيء بفطرة الإنسان دائما موجود فتوجهت للتطوع كوني قريبا من الصف السادس وأنا كنت في الأعمال التطوعية العمل التطوعي كان بسبب وقت الفراغ اللي كنت أملكه فكنت أحب أني أستخدم وقت فراغي بشيء يعود علي بفائدة وعلى مجتمعي بالنهاية يعني نعم يعني أول ما دخلت للتطوع شو كانت أهدافك يعني اللي حابة تستفيدي منها من هذا المجال الكبير جدا مجال التطوع في البداية التطوع كثير أثر فيني حتى في صقل شخصيتي طبعا كانت بدايتي في الحركة الإرشادية في المدرسة والفريق أو التطوعي في المدرسة أيضا فكانت بداياتنا بأعمال تطوعية طبعا الحركة الإرشادية كثير مرتبطة بالعمل التطوعي لأن أغلبها أعمال تطوعية يقدمها المرشدات للمجتمع المدرسي أو المجتمع العامة فكنت أطمح أن هذا التطوع يغير فيني شيء وبالفعل أنا الحين في هذا العمر والحمد لله حسيت أن التطوع أعطاني كثير أكثر من أني أنا عطيته استقل لي شخصيتي بشكل كبير الحمد لله الحين أقدر أتكلم بكل جراءة عندنا توجهات كثير أفكارنا خلينا ما نخلي أفكارنا فقط محدودة على أشياء معادة دائما نفكر بالإبداع نفكر كيف نكون ناس مختلفين لأن مجتمعنا الحين كثير في ناس نفس النسخ يعني فنحن نريد نكون ناس مختلفين ما نريد نكون نسخة فقط موجودة في المجتمع تعمل نفس الآخرين. نعم ما شاء الله غيداء يعني أنت منتسبة لأكثر من 14 فريق تطوعي كيف تحاولي توازني بين هذه الفرق وليش هذا يعني خلينا نسميها يعني الحب لانتسابك لمجموعة كبيرة من الفرق التطوعية كيف ممكن أنك توازني بين هذه الفرق وتعطيها حقها طبعا أول شيء الفرق التطوعية سلطنة مختلفة وبشتى المجالات ففي كل مجال تحصل جانب جميل ممكن تعطي فيه
من إبداعك من ميولك. فأنا لما دخلت في هذه الفرقة التطوعية, طبعا الفرقة التطوعية ما تشتغل يعني كيف أقول يعني ما مثل بشكل يومي دائما تشتغل, نعم. أوقات مختلفة. في النهاية الإنسان عنده التزامات أخرى, ولكن يحط من الأهم للأهم إلى آخره. فكنت أوزع وقتي بحسب وقت فراغي. حالة وقت فراغ صادف مثلا عمل تطوعي راح يتم, كنت أشارك في هذا العمل والحمد لله يعني المشاركات جميلة. وهذه الأعمال كل عمل أرجع منك بالعكس كان يضيف لي شيء, أصلا يكفيك السعادة وانت راجع وانت أعطيت شفت بسمة في وجوه بعض الناس, يعني هذا شيء جميل. فبالعكس أنا ما كنت أندم على الوقت اللي أنا أعطيه للتطوع, لأن التطوع شيء جميل جدا ويشعرني بالراحة النفسية يعني. نعم. بالنسبة لك أيضا غيداء اللي عرفته أنه حاليا تأسس فريق خاص بيكي, شو هالفريق وكيف راح تكون أيضا توجهاته وتطلعاته في المستقبل؟ فريق سفراء العطاء نعم فريق جديد, تقريبا نشتغل عليه من كم شهر مضى. فكرة الفريق أنه هو في كل فترة يطرح مبادرة معينة تهدف لنشر ثقافة معينة. على سبيل المثال بإذن الله تعالى راح يكون معانا خلال شهر 7 و8 يعني في الصيف مبادرة عمان تقرأ بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب. جميل. راح تكون في محافظات مختلفة إن شاء الله. نهدف لها نشر ثقافة القراءة للمجتمع بمختلف فئاته. أيضا في الوقت القريب إن شاء الله راح نطلق مبادرة إحسان للعمل التطوعي, نهدف من خلالها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع عامة, نبدأ فيها من الصغير للكبير. فبتخللها بعض الفعاليات من الورش التثقيفية والجلسات الحوار إلى الأعمال التطوعية. أيضا راح نشارك فيها الأطفال أو صغار السن عشان نريد نأسس جيل محب للتطوع. لأن هذا هو الوقت المناسب, لأن هذا الناس أو هذه الفئة نعطيها من وقتنا شوي عشان تتعلم التطوع وتبدأ منه وهي صغيرة تحب التطوع عشان تطلع لجيل واحد في المستقبل. نعم جميل, نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق يا غيداء. بالنسبة أيضا للجوانب الأخرى اللي تحاول أنك تطوريها دائما في نفسك, الإلقاء ومشاركاتك أيضا في مجموعة من المسابقات وغيرها. نعم شاركت في كذا مسابقة للإلقاء سواء كانت على المستوى المدرسي أو الحين خارج المدرسة في مختلف المجالات. أحاول دائما أضع بصمة في بعض الاحتفالات الوطنية أو المناسبات المختلفة سواء في الكلية أو برا الكلية من خلال إلقاء الشعري أو التقديم. ما شاء الله عليك يا غدان, نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق, وأيضا أتمنى التوفيق لهذا الفريق الجديد اللي حاليا يعني تعملي على تأسيس سفراء العطاء. يعني في إمكانية أنه اللي حاب ينضم لهذا الفريق يتواصل معاك أو كيف الطريقة يا غيداء؟ أكيد بالطبع في إمكانية للانضمام للفريق من خلال أنهم فقط يكتبوا داخل مواقع التواصل الاجتماعي سواء إنستغرام أو التويتر سفراء العطاء, راح تظهر معاهم الصفحة الخاصة بالفريق تحتوي على استمارة للتسجيل. طبعا ملاحظة الفترة الحالية هذه الفريق مقتصر على شمال الباطنة كبداية إن شاء الله بعدها نتوسع لها. بعدين راح تتوسع إلى باقي المحافظات محافظة السلطنة بإذن الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله, نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق, وأيضا نتمنى لك التوفيق في دراستك يا غيداء. متى راح يكون ختام هذا العام في الكلية؟ بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله يعني مطولين. يعطيكم الصحة والعافية, نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا على وجودك معنا غيداء بنت عبد الله السعيدية, نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مسيرتك وفي بصماتك الواضحة جدا, وكل التوفيق أيضا لزملائك. تحياتنا لك. شكرا لك سلوى. حياك الله, مع السلامة. شكرا يا غيداء. شكرا سلوى. وتحياتنا أيضا مستمعينا لكل من يتابعنا وينضم لمتابعتنا في هذه الدقائق, بما أن اليوم الخميس أكيد مستمعينا يعني يوم الخميس, وحتى مش يوم الخميس في الأيام المختلفة لكن اليوم الخميس مختلف, يمكن كثير منكم مستمعين يحتفلوا بأعياد ميلادهم. نوجه إحنا تحية لكل من يحتفل بعيد ميلاده, وتحية خاصة لأيضا الطالب أحمد عبوين اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم. نتمنى له إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة تنضم إلى سنوات العطاء والإنجاز بإذن الله. نتمنى له إن شاء الله سنة سعيدة, ونوجه تحياتنا أيضا لأبو تيمور اللي يحتفل بعيد ميلاده وكل عام هو بخير إن شاء الله. وتحياتنا أيضا لزميلتنا أم السعيد أيضا تحتفل بعيد ميلادها هالأيام,
وكل من يحتفل بمناسبة سعيدة وبعيد ميلاده نهدي هذه الأغنية وكل عام والجميع بخير. غنوا الحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها مئة عام. افرح حبيبي واطلب أغلى الأماني الليلة يا عمري تناديك الأحلام. غنوا الحبيبي وقدموا له التهاني حبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها مئة عام. افرح افرح حبيبي واطلب أغلى الأماني الليلة يا عمري تناديك الأحلام. ودعت عام وقابلك عام ثاني تعال نقضي العمر في حب ونيام. انسى الهموم اليوم واضحك عشاني والله ابتسامة منك تسعدني يا عوام. غنوا غنوا الحبيبي وقدموا له لا
شباب على الهوى شباب على الهوى شباب على الهوى. هالحين ضاع الوزير مالك. انت مركز مع الوزير من البداية، لكن انا تركيزي كان طول الوقت على الملك. كش ملك؟ ها؟ ايش؟ بس كيف؟ الخطوة الصحيحة تصنع الفرق. بادر بالخطوة مع برنامج المميز للادخار من بنك صحار. اربح 5,000 ريال في سحوبات الخاصة الأسبوعية و100,000 ريال في السحوبات الخاصة نهاية العام، إضافة إلى أكثر من 1,200 جائزة أخرى. زر أقرب فرع من فروع بنك صحار أو اتصل على 24730000 اليوم. بعض عيوب الإبصار قد توجد لدى الطفل دون أن يلاحظ أبواه ذلك، والتي قد تؤدي إلى كسل العين الدائم إذا أهملت. بمستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط تتوفر تقنيات الاكتشاف المبكر الحديثة وجراحة الحول الميكروسكوبية Minimal Invasive Procedure ونقل العضلات بأمان تام ودقة عالية بأيدي خبراء العيون. حينما يتعلق الأمر بعيني طفلك، ضع ثقتك في المستشفى الأول والوحيد للعيون والأذن في السلطنة. اتصل الآن واحجز موعدك على 909-54-909. مستشفى مغربي للعيون والأذن مسقط، لتنبض حواسكم بالحياة. مخطط أني أتقاعد بعمر 40 إن شاء الله. هدفي أأمن لأولادي أفضل تعليم. ودي أجهز لزواجي بأفضل طريقة. أياً كانت أهدافكم وخططكم المستقبلية، يمكنكم الآن تحقيقها مع خطط ميثاق للتوفير بالمدة الزمنية التي تحددونها وبمعدلات ربح مناسبة، إلى جانب الحصول على تغطية تكافلية. حققوا أهدافكم مع خطط ميثاق للتوفير. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة أقرب فرع لميثاق أو اتصل على 24656666. لو سمحت ايش باسورد الواي فاي؟ كباب 123. كوتش باسورد الواي فاي لو سمحت. بايسب ترايسب. ايش باسورد الواي فاي؟ حياك على كيفك. نعم حياك على كيفك. الباقه مسبقه الدفع المتكامله. ها استمتع ب 4 جيجا بايت بيانات انترنت ومكالمات غير محدوده الى 5 ارقام مفضله و 4 جيجا بايت بيانات تواصل اجتماعي ب 15 ريال، ونقول باي باي لواي فاي. يا سلام، بس وين اقدر احصلها؟ اضغط نجمه 280 مربع او تفضل بزياره omantel.om. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع. فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453-1111 أو زور وكيل سفر محلي ببلدك. تحت رعاية معالي وزيرة التربية والتعليم، معرض وسائل النقل المدرسية الحديثة والآمنة، خطوة للأمام تجعل وسائل النقل المدرسية أكثر أماناً. زورونا في الفترة من 7 إلى 9 مايو في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من 10 إلى 1 ومن 5 إلى 9، برعاية عمان تيل، هواوي، مرسيدس، المنظمون شركة الرؤية للمعارض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. نود أن ننوه لمستمعينا الكرام عن توقف الإرسال من تاريخ 22 أبريل 2017 إلى 22 مايو 2017 في محطة روي، ولمدة 31 يوما متواصلة من 3:00 مساء إلى 6:30 مساء على التردد 100 ميجاهرتز. أما التردد البديل فهو 91.7 ميجاهرتز. أما التردد البديل فهو 91.7 ميجاهرتز. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقان وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقان وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا.
شباب على الهوى. شباب على الهوى. حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في شباب على الهواء. طبعا ساعتنا الحين الساعة 3، بإمكانكم متابعتنا على التردد 91.7 في هذا التوقيت من الساعة 3 إلى الساعة 6:30، بإمكانكم متابعتنا عبر التردد 91.7. حياكم الله متابعينا ومستمعينا، وإن ما كانت دروبكم ومقاصدكم إحنا معاكم في شباب على الهواء. وأكيد اليوم موضوعنا بين الغضب والهدوء. راح نرجع لموضوع حلقتنا مستمعينا، وراح نتكلم أكيد أكثر عن موضوع حلقتنا. للحين ما تكلمنا كثير طبعا عن الموضوع، وراح نرجع أيضا لمداخلاتكم ومشاركاتكم. نتكلم عن الغضب والهدوء، هل أنت عصبي وكيف تتحكم في أعصابك وقت الغضب؟ هل الغضب طبع أم عادة؟ كيف تتعامل مع الآخرين وقت الغضب؟ وهل أنت هادئ الأعصاب؟ وكيف من الممكن أن نكتسب أو يكتسب الشخص اللي أو العصبي أو الغضبان يكتسب الهدوء من في وقت الغضب؟ كيف ممكن أنه يكتسب الهدوء ويحاول قدر المستطاع أنه ما يتنرفز، ما يعصب بشكل دائم؟ وأيضا مستمعينا، بالنسبة لك أنت أيضا كيف ممكن تتعامل مع الأشخاص اللي تحسهم دائما يعني يعصبوا وينرفزوا ويغضبوا يعني وكذا؟ والحين كلكم طالعين، اغلبكم يعني طالعين رايحين مشاوير مختلفة، اللي رايح البلد، واللي رايح مشوار اخر، واللي رايح يمكن العكس رايح الدوام. يعني يمكن تصادفك كثير من المواقف الحين في الشارع، اتمنى انه يعني ما تعطيها كثير من الاهتمام عشان ما توصلك لمرحله الغضب والنرفزه والعصبيه، وبالتالي اثر على طريقه السياقه وغيرها. يعني ممكن تعصب وتعرف كيف تتصرف، لانه صعب ان الواحد يسوق وهو غضبان او معصب او منرفز من حاجه معينه. خلونا نرجع لكم مستمعينا على 90456 للرسائل والتغريدات على آت شباب ريدي عمان، أيضا الإنستغرام على آت شباب ريدي عمان. واللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات 24698151. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله خليفة. مساء الله بالخير سيرو، ايش حالك؟ مرحبا بك يا ابو سلطان. الحمد لله. الله يحييك، شو اخبارك؟ اساس طيبه. تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. وكيف اهالينا في اماره العين وفي الامارات؟ الحمد لله، الله يسلمك بخير سهاله. يا مرحبا بخليفه، كيف الطقس معاكم؟ في امطار؟ والله لا، خفيف جدا يعني، نفاف بسيط يعني البارحه كان، واليوم يعني غيم بس فقط، يعني غيم بسيط بعد يعني. ولكن الجو مقبول يعني زين يعني الحمد لله أحسن. يلا الحمد لله، إن شاء الله دائما الجو يكون جميل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هو نحن عندنا في العين الجو في الصيف شوية جاف، وهذه الميزة يعني. يمكن بعيد عن الرطوبة، الرطوبة شوية صعبة بالنسبة لنا. أكيد طبعا. في العين عندنا في الساحل شوية، أبو ظبي والإمارات الثانية شوية فيها رطوبة، لكن هني في العين لا والله الجو جاف، وأنا أميل للجو الجاف الصراحة لأن إيه والله. بالنسبة لك أفضل. ايه والله بكثير. اكيد طبعا الرطوبة شوي عذاب. لان الرطوبة تجيب الغضب احيانا وتجيب النرفزة. والنرفزة لا. ان شاء الله ما من نوع اللي يعصب انت يا ابو سلطان. والله لا، الحمد لله رب العالمين. الله يعني مثل ما يقولون، طبعا بداية نوجه لك تحية سلوى، وكذلك التحية نوجهها للسلطان المامري ولجميع المستمعين والمتابعين. وجلسة نهاية أسبوع إن شاء الله طيبة بإذن الله تعالى. إن شاء الله طيبة نتمناها للجميع بإذن الله. بإذن الله. ونقول مبروك للجماعة على يعني فوز أكيد يعني، ولكن اليوفي مو بسهل عموما يعني. اليوفي مو بسهل يعني بشكل عام يعني، لأن فريقين فريق واحد. أكيد بس شكلها رايحة لليوفي، ولا وش رأيك أنت يا أبو سلطان؟ والله تقريبا، لأن اليوفي بصراحة ما أعتقد إنه يعني شو يعني ما يفرط. ما يفرط فيها، او خصوصا ان بوفون اخر اعتقد يمكن اي نعم مشاركة اوروبية. سلطان لا،
شكله عرفت شو يشجع بالضبط. سلطان معروف معروف واضح واضح من تعليقاته شفته عصب علينا الحين أكيد الحين أصل خليفة في ناس بتعصب علينا ترى الحين ما في شك أكيد لأن في أكيد من المجموعة الثانية هم زعلانين على الموضوع هذا اللي نتكلم فيه ولكن يمكن أحيانا في بعض الأشياء يعني تغضب الناس ولذلك الإنسان بالفعل يجب عليه أن يوازن ويعرف يعني توجهات البعض نعم. وشو ممكن الواحد يفكر فيه أو يمكن يبتعد عن الأشياء اللي تنرفز الواحد أو يعني أنا مثلا أعرف أن خليفة مثلا عنده نرفزة في موضوع معين أنا أروح أضغط عليه ويعني بل أحرجه يعني في مواضيع ما له داعي على أساس أنه ينرفز ولا يعصب أكيد وخصوصا أن في ناس يبين عليهم تبين عليهم العصبية يعني واضحة يعني نعم. فأبتعد عنها كل البعد بصراحة وما أحاول أن يعني لكن في ناس سبحان الله أنا ألاحظ السلوى المستمعين نعم. ألاحظ أن العصبية بدأت تزيد هالفترة يعني أي والله صحيح الأيام يعني ما أعرف من سنة 2005 يمكن ما أدري ضغوط الحياة يمكن يا أبو سلطان والله ما عاد يعني أوكي كل الناس مضغوطة هذا السؤال وبعدين في ناس أصبحت مثل ما يقولون تعصب على الفاضي والمليان أوكي أنا هذا كل يوم خبرني واحد يقول أنه رجع ريوس على واحد بسبب انه يصيح له هرم ولا يدق له هرم وراه يعني لا حول ولا قوه فعصب عليه ورد عليه ريوس ودزف سياره منه قدامي لا حول ولا قوه عاد ما له يعني الدرجه طبعا هي طبعا ها مثلا واحد مثلا من انواع الاشياء اللي اسمعها بالفعل ان واحد متاخر عليه في الاوردر طلبيه ايه وما في لما جاب له طلبيه قال له اوكي استلم الريال وضربه يعني يعني ليش انت تاخرت علي يعني مع العلم انه يعني لو صبر شويه وتأنى مثل ما يقولون انا هذا الامور سلوى بصراحه ما ابدا ما نعم. ما ارتاح لها ابدا اكيد طبعا صراحه اللي بهالاسلوب وهالطريقه ما ارتاح لهم لانه يمكن يوم الايام يا اخي يمكن يواجهني انا شخصيا يعني. ويضرك حتى يمكن اي ويضر فبالتالي انت ليش تكون بهالطريقه اصلا ومعرض نفسك مثل مخلي نفسك تحت الضغط القوي هذا نعم. على قولتهم الضغط العالي هذا ليه صحيح خلك انسان عادي وانسان هادي انسان ريلاكس مثل ما يقولون الناس حتى الناس تحب الانسان العادي البسيط نعم. صحيح. المتواضع اللي الاعصاب يعني هاديه الاعصاب هاديه اكيد يعني فعلا يكون يعني هادي جدا يعني اعتقد يعني الانسان ما بيلحق في الدنيا شيء يعني نعم. انه يعصب وخصوصا احيانا في المشاحنات الكرويه بعد نحن نلاحظها نعم صحيح على طار هالموضوع ايه خصوصا ان يعني مشجعي الفريقين المعروفين هذيلا تحديدا يعني عندهم يعني عصبيه على الفاضي يعني انا مش عارف ليش يعني ما ادري نعم هذا نقول والله بالفعل يعني امانه نقول يا ليت ان الناس تهدى اللي مثل ما يقولون يعد الواحد للمليون مبلغ العشره للمليون يعد ويذكر الله سبحانه وتعالى نعم ويعني لأن العصبية ما تجيب إلا المشاكل أكيد أكيد طبعا ما تجيب غير المشاكل وبعد الواحد يندم على قرار معين أو على تصرف معين وقت الغضب إحنا نتمنى إن شاء الله الجميع أنه يعني يسيطر على أعصابه وإن شاء الله يكون هادئ للبال والحياة ما تسوى شيء أكيد أبداً. أن الواحد يعصب وينرفز في النهاية ما راح يأخذ أي نتيجة نشكر اتصالك وتواصلك الدائم معنا يا أبو سلطان لك إهداء خاص من مخرجنا الله سلطان وايقصر شو راح يحط لك ما راح نسمع خليفة أبو سلطان هذا الإهداء هدف رونالدو شوف هو عارف إنك ما تشجع ريال مدريد فحب يحط لك هدف ريال مدريد غصب يعني تسمع هدف ريال مدريد تعرف ليش يباك تعصب بس ما جبتها يا سلطان خليفة أبو سلطان ما يعصب طبعا احنا نعرف خليفة أبو سلطان ما يعصب حتى لو حطيت لك الأهداف ريال مدريد
وروحة رياضية دائما. وإن شاء الله كلكم إن شاء الله مستمعينا تكون روحكم رياضية وبعيد عن العصبية وبعيد عن التعصب وغيره. ما في داعي أنه يفوز ريال مدريد ولا يفوز برشلونة ولا يفوز يوفنتوس وانت تعصب وتحرق أعصابك وحالتك حالة وفي النهاية تتخذ قرار تندم عليه بعدين. عشان شو؟ عشان ريال مدريد. ولا درى عنك ريال مدريد ولا درى عنك برشلونة ولا حد درى عنك حتى منهم. شجع بروح رياضية وخلك أعصابك هادية وقت المباراة وبعد المباراة. يتصافح الفريقين انت بعد تتصافح مع أهلك وأحبابك وكأن شيء لم يكن. حلو الكلام؟ ما عجبك؟ نشوف في النهاية يا سلطان يوصلوا ولا ما يوصلوا. ناخذ الاتصال. مساء الخير. السلام عليكم. يا مساء. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي أبو الفضل. أخوكم الصغير علي أبو الفضل من ولاية الخابورة. والنعم والنعم فيك يا أبو الفضل. منذ بداية البرنامج أنا أحاول حتى لم أستمتع بالبرنامج من كثر المحاولة ولله الحمد ومنه الآن حصلت على فرصة وأشكر الذي تلقى المكالمة والظاهر كأنه غضب بعض الشيء. مين اللي تلقى المكالمة ومعصب عليك؟ والله لست أدري حد هنا في الكنترول لهم باب المزاح. على كل حال أول شيء أشكركم جدا أختي الكريمة أسرة هذا البرنامج وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع. نعم. خاصة الذين الآن في طرقاتهم إلى أسرهم. نعم. والله يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. آمين. ولكم ولهم من الشكر والتقدير. أعتقد اليوم تتحدثون عن الغضب بين الغضب والهدوء. نعم. أنت يا أبو الفضل خليك صريح معانا، يعني من نوع العصبي ولا أعصابك هادية؟ أول شيء نقول أنه أختي الكريمة أن الغضب ليس عدة يعتد بها ولا قوة حقيقة يعني يتكئ عليها. أكيد طبعا. والغضب لا شك أنه يعني يجمع كله مساوئ الشر، يعني أجارنا الله وإياكم. والغضب هو كما يعرف الجميع يعني عكس الرضا، وقال هو ثوران يعني دم القلب يعني بغية يعني الانتقام. وقالوا أنه الغضب نوعان طبعا، نوعا مذموم ونوعا محمود. فالمحمود يعني عند مثلا الإنسان يغضب إذا ما انتهكت محارم الله، أو أنه على شرفه، أو أنه حتى أيضا على 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 شيء إذا يعني مس سمعة بلده لا شك هذا، وهذا واجب. نعم. أما الغضب يعني الغير محمود إذا أخطأت صوبوا لي، هو مثلا بغية الانتقام الشخص لنفسه أو لدنياه حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لرجل لا تغضب فلك الجنة، وعندما سأل رجل ردت ثلاثا صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا يدل على خطورة الغضب أختي الكريمة. نعم. وأحيانا قد يعني يودي الغضب بالرجل للقتل لا سمح الله عز وجل. نعم. زين. فأما أنا إذا سألت لا أمدح نفسي. أحيانا أغضب، ولكن أختي الكريمة حقيقة أتذكر يعني أذكر الله جل وعلا وأستعيذ من الشيطان، وهذا هو الدافع يعني. نعم. الإنسان عندما يشعر بشيء من الغضب فعليه أن يذكر الله ويوحده. أكيد. ويصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه عليه أيضا إذا كان واقفا أن يجلس هكذا. نعم. أو يغير أهل العلم الهيئة. يعني أو نعم. أن يقعد، وأنه عليه أيضا أنه أن يغتسل قيل يعني، لأنه أحد الأمراء عندما كان يخطب في أحد المساجد فقاطع أحد يعني المأمومين وقال أنت أخذت أكل من بيت المسلمين وكذا، فغضب فنزل من على المحراب ذهب إلى بيته فاغتسل وعاد ليكمل الخطبة. فقيل له لماذا؟ قال لأنني غضبت وذهبت لكي أغتسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من غضب فعليه أن يغتسل، لأن الاغتسال يعني يطفئ الغضب مثل ما تطفئ النار الماء، يعني يطفئ النار. فعلى الإنسان أن يغضب، كذلك على الطرف الآخر أيضا أختي الكريمة أن بعض بعض الأشخاص بارك الله فيهم يغضبون من كلمة من كلمة. مثل ما نرى نسمع أن والله اليوم خسر برشلونة هو غاضب. يا أخي أنت لا خسر برشلونة لما تغضب يا أخي، الناس خسرت أكثر من هذا، فعليك بذكر الله جل وعلا. وأيضا أنه إذا أنا أيضا إذا عرفت أن أحد الأشخاص طبعا بثقافة المتواضعة يغضب من شيء ما فلا أتسبب في إغضابه، وإن غضب علي أخطأت فغضب علي أن أبتسم في وجهه وأذكره بالله تعالى. نعم. فبعض الناس
عند مثلا يحصل خصام بين اثنين نذهب لكي نصلح فيما بينهم. فتقول له يا أخي يا عمي بارك الله فيك اتق اذكر قل لا إله إلا الله. قال والله أنا أكبر منك سن أعرف أن أقول لا إله إلا الله، لكن إذا مسحت على لحيته سكت. سبحان الله، وكأن لحيته أعز إليه من الله جل وعلا. سبحان الله. بارك الله فيك يا علي أبو الفضل، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب في البرنامج، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله دائما. اعذروني اعذروني أختي الكريمة على الإطالة حقيقة، لكن لأنه مثل ما قيل طبعا لا شك أن الموضوع شائق جدا، ومثل ما قالوا الكلام يجر بعضه بعض. نعم. وفي الختام أشكركم وأتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، وأيضا يعني احترامي وتقديري إلى أسرة هذا البرنامج، وبلغ أيضا اعتذار وشكري للتي تلقت المكالمة. لا الأمور طيبة، الأمور طيبة طال عمرك. بارك الله فيكم. يمزح معك أحيانا أختي الكريمة أغير اللهجة، فبعض بعض المخرجين تجده يغضب لأنه ربما يعني لا يعرف لا والله من هو الشخص المتكلم. بارك الله فيكم. ما يغضب. جزاك الله خير يا علي أبو الفضل، حياك الله، مرحبا بك، شكرا جزيلا. ما في أي غضب، ما في أي زعل، بس يمزحوا معاك الشباب. نأخذ بعض التغريدات. عمر الراسبي: حين تكون هادئا في أعماقك ينعكس ذلك على هدوءك ظاهريا، ما يثير الغضب في ملامحك هو غضبك في داخل أعماقك، وأن تظهرت بالهدوء. وخميسكم فلة إن شاء الله، الخميس دائما يكون ونيس وخميس جميل إن شاء الله. هلا بالخميس، هلا هلا ديرا 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 ديرا. هلا بالخميس ويكند عيار ديرا ديرا. هلا بالخميس، have a nice weekend. على الهوى يا سلام سلطان، شو هالفلاشات الحلوة، يستاهل الخميس، واللي اسمهم خميس بعد ترى اليوم حظهم يومهم، وبكرة الجمعة بعد يومهم، وسبت في ناس اسمها سبت، بس أحد واثنين ما أظن، ثلاثة أربعة، بس خميس جمعة سبت. سلطان عطنا يوم اسمه سلطان. على 90456 مستمعين، نستقبل رسائلكم والاتصالات 24698151 والتغريدات والإنستغرام على شباب راديو عمان، ونتكلم اليوم عن الغضب، بين الغضب وبين الهدوء، وإن شاء الله دائما أعصابنا كذا باردة وثلج، واحد يعني يحط أعصابه كذا في الثلاجة عادي، حتى لو الجو زاد حرارة خلي أعصابك دائما باردة، والدنيا ما تسوى شيء إن الواحد يزعل ويضايق ويزعل نفسه ويغضب. شكرا أيضا لعامر راس، بنرجع نكمل تغريدتك يا عامر: كتمان مشاعرنا كثيرا هو ما يجعلنا أكثر عرضة للانفعال الشديد في المواقف التي تستحق كل هذا الغضب. تحياتي لكم جميعا. فعلا يا عامر أشاطرك الرأي، أحيانا الإنسان لما يكون يعني كل مرة يتعرض لموقف ويحط في خاطره على هذا الإنسان، كل مرة وإنسان غيره وغيره وغيره وغيره، ويعني وما يبوح بهذه المشاعر لشخص آخر عشان يخفف شوي عن الألم اللي في داخله، تحصله في لحظة معينة خلاص ينفجر، وهذا الانفجار ينجم عن شيء جدا كبير، غضب جدا كبير، حتى ممكن هذا الشخص أعصابه هادية لكن في هذه اللحظة اضطر أنه هو خلاص ما عنده قدرة أنه هو يتحمل أو يستحمل هذا الموقف، وهو ما كان غضبان عشان هذا الموقف، كانت فيه مواقف متراكمة سنوات يمكن أو حتى أيام أو أسابيع، وهو طبعا يعني ما طلع ما دردش ما فضفض لشخص ثاني عشان مثل ما نسميها كذا يبرد على فواده، يعني أنه يخفف اللي في داخله واللي في خاطره. شكرا لك يا عامر، تحياتنا لك. القناص: أتمنى لو ذاكر اسمك، فقط اليوم ذكرت اللقب بس عاد ما راح أذكر اللقب، أتمنى لو ذاكر اسمك. الغضب والدموع والحزن هي أسلحة المستسلمين، من أطاع غضبي أضاع أدبي. فعلا أحيانا الغضب يجر الشخص أنه يعني يدخل في مواقف ما كان من المفروض أنه هو يدخل فيها، فيساء أحيانا للأدب في لحظة غضب وما كان يقصد هذا الشيء، لكن الواحد لازم يتحكم في نفسه دائما. ويكمل تغريدته: لحظات من التأمل تحقق لي الهدوء والتوازن والتركيز، وتدفع في نفسي قوة هائلة لمواصلة الطريق. فعلا شكرا على هذه المشاركة الطيبة.
وموزة اليحيائية العصبية على حسب الموقف اللي يصير أمامي، ولما أعصب أكسر أي شيء أمامي. وكنت هادية من دخلت الكلية وأنا أعصب لحول يا موزة. يعني خليك دائما كذا هادية، وإن شاء الله الأمور تكون طيبة وما تنحل بالعصبية، حتى لو إنسان تعرض لي أحيانا ضغط في الحياة، وكلنا نمر بضغوط في الحياة سواء كان في العمل في البيت في كل مكان الإنسان يمر بالضغوطات، لكن ما معناته أنه هو يروح يعصب في أتفه المواقف ومواقف ما تستحق أنه يعصب عليها. متواصلين معكم مستمعينا في شباب على الهواء، وراح نرجع أكيد لكم، لكن راح نريحكم مع هذا الفاصل. والله في فاصل إعلان سلطان، بعد شوي راح يكون معنا الفاصل الإعلاني، وأيضا راح نرجع لكم مستمعينا. أذكركم ب طبعا اللي يحب يشاركنا 24-6-9-8-1-5-1-9-4-5-6 للرسائل التغريدات والإنستغرام على آد شباب راديو عمان. ونتكلم اليوم بين الغضب والهدوء، وخميسكم إن شاء الله وناسة وما في غضب إن شاء الله. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل مدام اننا بنعيش مرة، تلدين وتزين التعاليل تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة، أحبك وما للحب تأويل ولا شفت من كل المضرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة، أحبك وما للحب تاويل ولا شفت من كل المضرة. تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهدي على بصر من الليل تمادي على القلب ومقرة. كحيل على القلب في خير وشر، إذا جيت أستهلك بالحيل وإذا كان ما تبغين حرة. فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلا كل مستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. سواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة، أبي منك ما ينهد لي حيل على شي ما يسوى المبرة. على القلب مقرة.
وبي صادقة التهاليل إذا جيت بشكي وتشرع من الحظ وشبه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة أعدل المساوي طيح قنديل وهز الجفن وطيح قرة كل الحذر. قد تؤدي ألعاب الليزر المنتشرة بين أطفالنا إلى الإصابة بثقوب وحروق خطيرة بمركز الإبصار، مما قد يؤدي إلى تلف دائم بشبكية العين وفقد البصر بالكامل. لذا ننصح بتجنب هذه النوعية من الألعاب للأطفال. هذه المعلومة مقدمة من مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة. أهلاً فيكم في حصة الصفاء للطبخ. يا أطفال، تعرفوا كيف نقانق دجاج الصفاء تمنحنا ثلاث طرق للسعادة؟ أيوة شيف، الرغاء، وبعد طازجة، وبعد الطعم الشهي لذيذ. أريد نقانق دجاج الصفاء لأنها المفضلة عندي. نقانق دجاج الصفاء، خيارك النقي الطازج والشهي. هل تبحث عن أسباب مقنعة لزيارة مانشستر؟ حسناً، الطيران العماني يعطيك 7 أسباب للقيام بذلك. نعم، الآن نحن نسير إلى هذه المدينة الرائعة رحلات يومية على مدار الأسبوع. فمع وجود طائرات حديثة وكرم الضيافة الفاخرة والربط الجوي المريح، فإنها الفرصة المناسبة لكم للسفر على متن الطيران العماني. احجز تذكرتك عبر موقع omanair.com أو من خلال تطبيق الطيران العماني أو بالتواصل على الرقم 2453 1111 أو زور وكيل سفر محلي ببلدك. تحت رعاية معالي وزيرة التربية والتعليم، معرض وسائل النقل المدرسية الحديثة والآمنة، خطوة للأمام تجعل وسائل النقل المدرسية أكثر أمانا. زورونا في الفترة من 7 إلى 9 مايو في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من 10 إلى 1 ومن 5 إلى 9، برعاية عمان تال، هواوي، مرسيدس. المنظمون شركة الرؤية للمعارض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى. ومتواصلين معاكم مستمعينا، وحياكم الله. وشباب على الهواء، نرجع لكم متابعينا ومستمعينا واللي ينضم لمتابعتنا في هذه الدقائق. ساعتنا 3:29، وأكيد متواصلين معاكم إلى الساعة 4 بإذن الله. اليوم موضوعنا مستمعينا بين الغضب والهدوء. إذا كنت إنسان عصبي، كيف ممكن تتحكم في أعصابك وقت الغضب؟ وهل الغضب طبع أم عادة؟ وكيف تتعامل مع الآخرين وقت الغضب؟ وهل أنت هادئ الأعصاب ولا لا؟ من فضلك هدوء. يا سلام يا سلام.
عاد ما في أحلى من كذا. لو سمحت هدوء، ما نبي حد يعصب يوم الخميس. كيف تكتسب الهدوء أيضا في التعامل؟ يعني أحيانا تشوف شخص أعصابه ما شاء الله كثير باردة، نفسنا يعني عادي ما عندنا مشكلة، الأمور طيبة دائما، فكيف ممكن الشخص اللي يعني تحسه دائما يغضب، جميل أحس أنه يتعلم من الآخرين، يشوف كيف طريقة تعاملهم مع الموقف، كيف أنهم يتعاملوا مع الآخرين بهالطريقة. مستمعين أحيانا أنت تشوف أو تسمع أنه الأصوات كثير ترتفع وقت الغضب، وأنت كطرف ثالث كيف ممكن تتصرف أنت كطرف ثالث بين طرفين بين الشخصين؟ هل تدخل معاهم ويعني تروح لمصلحة واحد منهم وتدعم واحد منهم وتزيد غضب الثاني، أو أنك تكون محايد، أو أنك يكون لك يعني طريقة معينة كذا دبلوماسية في التعامل مع الاثنين عشان تكسب الطرفين في النهاية، لا هذا يزيد غضبه ولا الثاني يزيد غضبه؟ أكيد بإمكانكم مشاركتنا مستمعين 24689811 و9045 للرسائل والتغريدات والإنستغرام على آت شباب راديو عمان. محمد المحوتي عبر التغريدات من مسقط إلى نزوة التاريخ: أنا لا أغضب كثيرا ولله الحمد بالرغم من استفزاز الآخرين، يستفزونك ليخرجوا ما فيك ويقولون هذا أنت يا عزيزي، هذا لست أنا، هذا ما تريده أنت. هذا طبعا كلام محمد أما الأعصاب طيبة والله الحمد طالما الملك يمهد الطريق إلى كارديف. يعني تقريبا 90% من الشباب أعصابهم مرتبطة بكرة القدم، إذا فريقهم فاز أعصابهم باردة وأمورهم طيبة، وإذا لا مثل اللي معانا. خف عليهم سلطان، بعد كفيهم طالعين من البطولة ما يستوي مرتين يعني. وشكرا عموما لك يا محمد المحوتي، تحياتنا لك، وشكرا على مشاركتك الدائمة في كل البرامج خاصة برنامج في المرمى، شكرا على تواصلك الدائم. حميد المعمري: لا تتحدث كثيرا عندما تغضب وسيطر على كلماتك ولا تجعلها هي التي تسيطر عليك، فأغلب الكلمات التي تقال في لحظات الغضب يندم عليها قائلها. أكيد يا حميد، يعني أحيانا في كلمات ممكن تخرج لا إرادية وقت الغضب، لكن بعد ما تهدأ الأعصاب تحس أنك ندمان بعد الندم أحيانا، يعني عاد أنك جرحت كثير من الناس وصعب أنك تعتذر لهم، حتى لو اعتذرت لهم يمكن تقبلهم يكون للموضوع مش بالطريقة اللي أنت كنت تتمناها، لأنه ممكن أنت أغضبتهم في لحظة أكيد ما تقصد فيها. إحنا راح نتوقف معكم مستمعينا في هذه الدقائق للفترة الدينية لصلاة العصر، وراح نرجع نواصل معكم شباب على الهواء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بسم الله لا إله اسما في ثغر الدنيا عظيم، من قلبي يا ربي قبل كل شيء يا كريم، في القول في الفعل بسم الله الرحمن الرحيم. ما الدروب المقفلة لن ترى موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد قتل جلاليا ديالا قرو سلوة دان سلام كاتس محمد أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي
رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدا محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد إذاعة الشباب من سلطنة عمان على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى على الهوى حياكم الله مستمعينا وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم بإذن الله. رجعنا لكم في شباب على الهواء وحلقة الخميس معكم سلوى الخنبشية وسلطان المعمري. نتواصل أكيد معكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لمتابعتنا في هذه الدقائق اللي رايحين البلد واللي رايحين مشاوير إن شاء الله تستانسوا في هذه المشاوير واللي رايح يجهز شنطته ورايح المطار يا سلام سلطان يحتاج لنا سفرة مش رايك؟ هالسنة يعني يمكن الناس ما لحقت تسافر لأنه بيجي رمضان فخلوها بعد رمضان بس أكيد وجه تحية للي مسافرين اليوم مخططين إنهم يسافروا درب السلام إن شاء الله تستمتعوا بسفرتكم سواء كان سفرة عمل أو استجمام أو غيرها ونوجه تحياتنا أيضا مستمعين للطلاب والطالبات اللي يستعدوا لي امتحانات نهاية الفصل خلال الأيام القادمة نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله وشدوا الحيل وأكيد إحنا متواصلين معاكم في شباب على الهواء وموضوع حلقتنا لليوم بين الغضب والهدوء وإن شاء الله دائما الهدوء حاضر وأعصابكم هادية وما في غضب إن شاء الله مع بداية الإجازة النفسية محتاجة اي والله تذكره بس وين هالسنه مخططين تروحوا مكان وين مخططين ما في وقت صح باقي اسبوعين يمكن يعني اسبوعين وشوي على رمضان يلا حطوا هالخطه بعد رمضان ان شاء الله عموما مستمعينا راح نرجع لكم وبالنسبه لموضوع حلقتنا اليوم احنا نتكلم عن الغضب والهدوء كيف تتحكم في اعصابك وقت الغضب هل الغضب طبع ام عاده وكيف تتعامل مع الاخرين وقت الغضب وهل أنت هادئ الأعصاب ولا لا وكيف ممكن تكتسب هذا الهدوء في التعامل مع الآخرين نرجع لكم اتصالات 24698151 الرسائل النصية القصيرة 90456 والتغريدات والإنستغرام على آت شباب راديو عمان خلونا نعطيكم كذا قصة يعني شوي عن الغضب هذا القصة الله يسلمكم انه في ولد كثير يعصب
وكان كثير يفقد يعني أعصابه بشكل كبير جدا وقت الغضب. فجاء والده وعطاه كيس، هذا الكيس فيه كله مسامير، مسامير العادية اللي نضربها في الجدار. واستغرب ليش هذه المسامير، فأبوه رد عليه إنه هذه المسامير أريدك تدقها، يعني كل يوم تضرب مسمار في هذا في السياج اللي هو إحنا نسميه الجدار، هذا الخشبي هو السياج، هذا مش يعني اسمنت، أريدك كل ما غضبت يعني تضرب هذا المجموعة المسامير في هذا الجدار الخشبي، وانت تشوف يعني تضرب كم مسمار في هذا الجدار حسب غضبك، لما ينتهي غضبك تتوقف. هذا كانت نصيحة الوالد، يعني كل ما فقدت أعصابك تاخذ مجموعة المسامير وتروح تضربها في هذا الجدار. عموما ايوه كذا، لحظة سلطان بنعطيك السالفة كلها. انزين، عموما هذا الولد سمع كلام أبوه، خذ هذه المسامير، وكل ما جت حالة الغضب راح ودق هذه المسامير ضربها في الجدار. يوم تالي جت حالة الغضب وتنرفز وعصب، في اليوم الأول طبعا 37 مسمار اللي دقهم اللي حطهم في الجدار. في اليوم الثاني يعني بعد يومين تقريبا جت حالة غضب أيضا، فضرب أيضا في هذا الجدار أقل من 37 اللي هم تقريبا 36، يعني أقل مثلا بمسمار، أسبوع غيره أقل، أسبوع غيره أقل، وصارت هذه المسامير كل ما جاء يوم يقل عدد المسامير اللي يضربها هذا الولد في هذا الجدار. طبعا بعد ما خلص كل هذه المسامير بعد فترة جاء لأبوه أنه أحس أنه خلاص يعني سيطرت على هذا الغضب وما صرت يعني أعصب كثير، لأنه وصل لمرحلة أنه ما يضرب ما يحتاج يضرب ولا مسمار في هذا الجدار، لأنه امتص غضبه خلاص بعد تقريبا مضي شهر وأكثر تقريبا. عموما لما راح لأبوه أنه فرحان بهذا الإنجاز أنه تخلص من غضبه، أبوه رد عليه أريدك الحين كل يوم يمر عليك وأنت فرحان يعني ما غضبان تروح لهذا الجدار وتبدأ تشل هذه المسامير، يعني تخلع هالمسامير تطلعها من هذا الجدار ومن هذا السياج لحد ما يوصل اليوم اللي تخلص كل هذه المسامير وتطلعها من هذا الجدار مرة ثانية. عموما هو بدأ يسوي هذا الشيء وخلص كل المسامير، كل ما حس انه اعصابه بارده ومستانس يروح يسحب عدد المسامير لحد ما مضت اسبوعين او ثلاث اسابيع وخلص كل المسامير وطلعها من هذا الجدار. الحين ايش السالفه انه الاب ليش يريد كذا؟ طبعا لما راح له رجع لابوه انه فرحان وسوى هذا الشيء، رجع ابوه وشكره وقال له انه طبعا هذا الشيء كثير ممتاز واحسن تصنعا بهذا الشيء، لكن أريدك تتعلم حاجة معينة، أريدك تروح لهذا السياج أو لهذا الجدار وتشوف الثقوب اللي سويتها في هذا الجدار، هل كان هذا الجدار حالته قبل لا أنت تضرب فيه المسامير كان كذا وبعد ما طلعت المسامير كان كذا؟ فأريدك تركز على هذه الثقوب اللي أنت أحدثها واللي أنت تسببت فيها وفي تواجدها في هذا الجدار. هذا الثقوب هي نفس الكلام ونفس الجروح ونفس الكلمات اللي انت طلعتها وقت الغضب للناس الآخرين وانت طعنت كل انسان، فحاول الحين تطلع هذا الجروح، يعني لما يطلع المسمار كأنه يطلع هذا الجرح، هل حسيت ان الجرح برأ ونشف وطلعته من قلب هذا الانسان او لا؟ فرد عليه طبعا لا، فقط هذه رسالة حب يوصلها الوالد لولده أنه أي كلمة تخرج منك وقت الغضب تجرح بها الآخرين صعب أنه أنت ترجعها وصعب أن هذا الجروح مرة ثانية تلتئم، نفس هذه المسامير اللي ضربتها في الجدار ولما طلعت هذا المسمار من الجدار ظل الثقب للحين موجود فيه وما راح يروح مع مرور الأيام. هذا هو بالفعل اللي يصير وقت الغضب. هذا القصة سلطان، وش رايك؟ بعدين في لعب العيال اللي بيعملوا ده. لا لا والله هذا رسالة كثير ممتازة منه. في العشر دقائق الأخيرة مستمعينا، هذا القصة طبعا نتعلم منها الكثير والكثير، هو حبي يوصل رسالة لولده فقط.
يلا عد هو متعب نفسه يا سلطان الله يهداك وآخر شيء لعب عيال. على 90-4-5-6 أيضا مستمعين نستقبل تغريداتكم، واللي يحب يشاركنا أيضا بالاتصالات 24-6-9-8-1-5-1 التغريدات على آت شباب راديو عمان. أبو إياد الحوماني في أشياء كثير ترفع الضغط، ترفع قصد الضغط يمكن والغضب، لكن تجاهل التجاهل والابتعاد عن الطرف الثاني عشان تبتعد عن الغضب. أكيد يا أبو إياد. سليمان العاصمي تحية لك أختي سلوى، والمخرج المتألق سلطان، يا عيني يا سلطان. والهدوء وضبط النفس سبب للنجاح في الحياة طبعا يا سليمان. وكن فطنا في إدارة غضبك، بإدارة غضبك، لأن الغضب سبب الأمراض العضوية والنفسية. وشكرا لكم، موضوعكم رائع، طريق من مسقط إلى أدم، نستمع لكم طريق السلامة، درب السلامة إن شاء الله يا سليمان، وخلي بالك في الطريق. ناخذ أيضا اتصال، يا مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذة، أمسي عليك وعلى جميع المستمعين. حياك الله. محمد المجاني. أنا محمد المجاني معك. حياك الله يا محمد، من وين تكلمنا؟ والله أنا كلمت طالع من الإمارات وجاي على عمان. يلا درب السلامة إن شاء الله يا محمد. الله يسلمك، الله يسلمك يا رب. إن شاء الله. أعيد مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين، إن شاء الله تكون إجازة سعيدة في البداية. إن شاء الله. أنا حبيت أشارككم في موضوع الغضب، ودائما الغضب خط من أبواب الخطأ. نعم. الله سبحانه وتعالى لما يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان الله سبحانه وتعالى إحنا يعلمنا ويعلم محمد إن الحلم دائما من طباع القادة ومن طباع الناس. نعم. الرجال اللي هم يعني عندهم شخصية قوية. والغضب يعني سيء جدا في الحياة، واحنا نشوفه دائما خلال لما نقضي أعمالنا نريد حس إن في نوع من الغضب في بعض الموظفين في بعض من الاستياء، وهذه تراكمات تحصل في الحياة. نعم. لكن الإنسان دائما يحاول إنه يتجنب هذه الأشياء، ويحاول إنه قدر المستطاع يمتص غيظة ويفهم غيظة. نعم أكيد. فالغضب دائما مثل ما قلت لك إنه هو يعني شيء سيء جدا، ومش من أطباع الرجال والقادة والناس اللي يعني عرفتي. فأنا كنت أريد أشارك عن دائما محمد لما يبدأ. نعم. ما أعرف يعني، كنت أتمنى أنه أخي محمد تثبت في مكان، الظاهر أنك في الطريق وما كان صوتك كثير واضح، وللأسف انقطعت المكالمة. أتمنى تعاود الاتصال قبل نهاية البرنامج، ونسمع أيضا وجهة نظرك شو حابة توصل لنا من خلال البرنامج. هيثم الغريبي، إذا طعنك أحد بخناجر لساني لا تطعنه بنفس الخناجر، ما دام بإمكانك قتله مدام بإمكانك قتله بسيف ابتسامتك. يا سلام يا هيثم. وقيل قديما من غضب منك ولم يفعل فيك شرا اختره صاحبا لك، فالغضب يفضح طينة البشر. أكيد يا هيثم، شكرا لك يا هيثم. وقت الغضب على فكرة الإنسان يطلع كل اللي في خاطره، يعني في أشياء أنت تكتشفها وقت الغضب، بس أحيانا صراحة الإنسان يكون ما قاصد. يعني مشوها اليوم الخميس، يلا الأمور طيبة إن شاء الله. إبراهيم الفارسي، لا خميس الجمعة والسبت مشوا الأمور، بس لحد بعد مسكينة يعني لا تقلوا عليها. إبراهيم الفارسي شكرا أيضا لك يا إبراهيم. مساء الورد سلوى مخرجنا سلطان، موضوعكم جميل، شكرا يا إبراهيم. أما من صوبي عن الغضب مرة فلفل حار، يا ربي يا إبراهيم، بس دقيق إيش دقيق ويروح بالغضب، دقيقة قصده يمكن. والسؤال سلو أنت ما تغضبي؟ لا الحمد لله أمورنا طيبة، أنا وسلطان باردين، أعصابنا باردة، وش نسوي؟ شكرا يا إبراهيم. موسى الحراصي، شكرا يا موسى. مشهد من أعمالي يعرض الجانب السلبي والإيجابي والطريقة المحمدية عند الغضب. وأكيد يا موسى الحراصي شكرا على هذا التواصل. عند الغضب احذر وسوسة الشيطان، وراسل لنا مجموعة من أعماله. شكرا يا موسى، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق.
والشكر أيضا لسعيد السباعي، تفاخر شهر مايو، دام أحلى البشر من مواليدك، تحياته لأغلى الناس سعيد السباعي. شكرا يا سعيد، وإحنا نوجه تحية لكل مواليد مايو، نتمنى لهم إن شاء الله سنة سعيدة، وكل من يحتفل بعيد ميلاده سنة سعيدة تنضاف لكم ويكون فيها الكثير من الإنجازات. يعني ما تنضاف رقم بس، تنضاف بإنجازات، تنضاف بطموحات، بتطلعات، بآمال تتحقق، مو فقط يعني مكتوبة في الورق. ويكمل السعيد، هذا الولد اللي يعصب دواته الخيزران، والله عاد يعتمد يا سعيد، كل واحد وطريقته إذا يحتاج الخيزران ولا لا. أيمن السعيدي يعلق على القصة، واجد متفيق هذا الأب، متفيق طبعا بالعماني معناتها فاضي. لا والله يا أيمن، أنا أشوف أنه حكيم هذا الأب، كثير حكيم بعد، بدل لا يعطيه كلمات يا ولدي لا تسوي كذا، يا ولدي سوي كذا وكذا، بل يعني الطريقة التقليدية اللي متعودين عليها، روح وتعال لا تسوي لا تسوي لا تسوي. العقل البشري ما يستجيب لسالفة لا ولا ولا وتعال وروح وسوي لا. فحلو انه هو عطاه طريقة، بطريقة كثير حكيمة، طريقة كثير ذكية، والولد فهم الرسالة وفهم مغزى الرسالة. واحنا في الدقائق الأخيرة اكيد مستمعينا من البرنامج، اشكر كل من يتواصل معانا. ايضا في تغريدة عندما تغضب اكسر اي شيء اي شيء، ولكن تجنب كسر شعور البشر، لان كلمات الغضب قاسية جدا. والله عاد بعد لا تكسر كل شيء، احيانا مشتري شيء بمية ريال ولا بخمسين ريال وتروح تكسره كذا في غمضة عين، يرجع ابوك ولا امك ولا واحد من اخوانك يعصب عليك وتزيد الطين بله. نصيحتي لك لما تغضب روح لك البحر، ولا بالنسبة للشباب يوم تعصب روح العب كورة وركل الكورة وعطي شغلها الكورة وبيطلع كل الغضب. أما تروح تكسر شيء في البيت وبعدين تحصل منازع، بعد ما منه فائدة ترى. السلطان يمكن أنت مسوينها كذا. لا والله لا نكسر ولا شيء، ما يهون علينا نكسر بعدين مخسرين عليه. إحنا وصلنا أكيد معاكم للختام، وأشكر محمد المجيني آخر متصل، كنا نتمنى يرجع يعاود الاتصال فينا. محمد شكله في مكان يمكن ما في كثير إرسال، نتمنى لنا إن شاء الله الطريق السلامة. عموما إحنا سمعنا صوتك وسعدنا بمداخلتك، كنا نتمنى أنه تكمل المداخلة ولكن ما صار فرصة، إن شاء الله في القادم بإذن الله. أشكر كل من تواصل معانا اليوم بالاتصالات والرسائل والتغريدات، وأيضا اللي تابعونا عبر الاستماع فقط، نتمنى في يوم الأيام ما بس تابعونا تشاركوا أيضا معنا بإذن الله في برنامج الشباب على الهواء، برامج إذاعة الشباب. قبل الختام سلطان عندك شيء؟ رسالة، شيء عن الغضب، عن الهدوء، عن شيء حابة توجهه للناس؟ اليوم الخميس صح؟ الخميس الونيس، أكيد راح نسمع شيء من عندك بعد شوية يا سلطان. عموما مستمعين احنا وصلنا معاكم للختام، اجمل تحية، نتمنى لكم ان شاء الله قضاء اجازة ممتعة مع اهلكم واحبابكم، خلوا بالكم في الطريق واستمتعوا دائما بالاجازة، سامحونا على اي زلة او قصور في البرنامج، منكم السموحة والمعذرة. نرجع نلتقي فيكم ان شاء الله يوم السبت في برنامج صباح الياسمين. هذه تحياتي سلوى الخنبشية، كنت معاكم في الاعداد والتقديم، وتحيات زميل نسيف الهلالي في المتابعة والتنسيق، واجمل تحية من مخرجنا سلطان المعمري، واستفزك ماجد المهندس، يعني الواحد يستفز واحد لما يحبه، وليد الشامي هذا. عموما هذه اجمل تحيه لكم مستمعينا، والى اللقاء. استفزك لاني احبك، ودي ادري وش مخبي لي، ودي افهم شو اللي في قلبك، ودي تعرف ايش تعني لي، رامي للدرى حتى نبتي في حب من الآخر هايل، وهو كان جدا ما تمنى أي أحد آخر، في غرامي لن ترى حتى ذبت في حبك من الآخر هايل، وهو كان جدا ما تمنى أي أحد آخر، لأني أحبك وفي أدري وش مخبي.
اسوي انجذب لك لا اراديا حب لك من قلبي وعفوي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ليلة خميس، ليلة خميس فيها إذا طاب الهوى للرماميس طعم اللقاء غير مع حديث النواميس. ليلة خميس، ليلة خميس فيها الطرب ويا السمر وأحلى سهر وأغلى بشر فنان ليلة خميس فيها إذا طاب الهوى للرماميس طعم اللقاء غير مع حديث النواميس وغناوي مع الألحان تدق النواقيس. ليلة خميس كل خميس من الثامنة إلى العاشرة مساء على إذاعة الشباب مع عابدين البلوش. سهرة جماعات لفنون من كل الصور طيب الطرب حدودك بجيت تسلم عيونك ما تردني حدودك بجيت تسلم عيونك لا تصدق ظنونك
باجيك بعود ما في الهوى حدود باجيك بعود ما في الهوى لا تحط في الخاطر زعل بجيك أنا مهما حصل يا نور يا نور عيني والأمل يا نور عيني والأمل بجيك بعود ما في الهوى حدود بجيك بعود ما في الهوى خلق ازعل انا فوق السحب هناك شوفوني